يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. شباب، خلصت هاي الخانة اللي قلت لكم عليها، راح اخليها هنا. طبعا هاي خليتها وبريت البيبان، فتحت الليجا وقصيت لين السيم، يعني صارت بهالشكل هذا. هذا الباب صار لي جوه، هيك ينسد. فخلصتها هسه و قدرت الزم بس هاي الطيرة المشجرة، خليتها هسه حتى بعد ما مخليها لا مي ولا اكل، هسه تو لزمتها. راح الزم الفحل وياها اذب المشجر حتى يرادين الفترة يلا يتعودن على الخانة. فنخليهن هنا وش وقت ما يتعودن ويبيضن فالله كريم. طبعا شباب هواي يسألوني، يقولوا احنا عندنا طيور خليناهن وما مبيضات، يعني خليناهم خانة وما مبيضات. هذا يقل اسبوع او يقل الشهر. طبعا ما دام الطيور بالمحميه ويطيرن ويعني مكان كبير وتخليهن بخانه فشوي يتاخرن، يعني صعب يتعودن بسرعه، يراد لهم شهر ونص شهرين. ومرات اكو طيور يعني قبل تخليهن يبيض، انا اكو طيور لا يتاخرن. فانت من تخليهن بالخانه اصبر عليهم فتره وبس يتعودن على الخانه يبيضن، وبس يبيضن اول مبياض يعني بعد يصير انتاجهم حلو، يظلن بس تفطم الافراخ من عتني يبيضن جدا يعني. وهن بعدين الافراخ بالخانه اصلا يبيضن، فانتاج الخانه حلو. بس الصبر عليهن ما دام طيور محميه شوي تعبن. فهسه مثل ما تشوفون انا هسه راح اعزلهن هنا ذن الزوج المشجرات. تدرون النجاهزات والفحل جاي يلقح بالعسليه وفحصة بيضهن ملقح، يعني جاهزات. فراح خليني هنا وانتم شوفوا ايش قد يلا راح يبيضا، يعني اقل شيء فوق الشهر. فان شاء الله راح نلزم الفحل اذا مو هسه المغرب كلش او بالليل حتى نخلينا هنا. طبعا عنده هذا الفرخ طار كان هنا طلع، امهاته جاي لمن عيش لان مات هنا عيش امهاته، فيريد بيضة. العسلية هاي المات فرخة بيضت هنا اللي ما شاء الله اربع بيضات. اول البارحة انا صار لي يومين يمكن او ثلاثة ما صعدت، بس حطيت المي ونزلت. البارحة حطيت المي العصر ونزلت، فما ادري انا عفت بيضتين. فهاي العسلية وياها طيرة بيضة، والاكثر شيء الحمر بيضات. فنشوف شي طلع عن خير وبركة. وعندي هذا فقس، عندي هذا فقس فرخ. هذا ما نعرف ايش راح يطلع، لان هم عسلية وابوه ابو الابيض الكذاب والعد رصاصة عادي، اثنين هني نامة، فيا هو ابوه ما اعرفه، يعني ما ادري ضاع دم بين القبائل هذه، وما نعرف ابويا هو الملقح الاصلي ما نعرف. بس اثنين هن ينامن، يعني اثنين هن يساعدن الطيرة واثنين هن يزقن هسه. وحتى هسه جاي جيت لقيت الرصاصي نايم فوق الفحل الرصاصي، وبقيت اشتغل بالخان وكملت باوعت لقيت الابيض نايم فوق، فما ندري يا هو ابوه ما ندري. فخلينا نشوفه من يكبر نشوفه. وعنده هاي الحمرة هنا بيضة، طبعا هاي هنا هاي بيضة بيضة واحدة، هاي البيضة الواحدة يعني صار لها فوق الخمسة ايام. فشنو هاي نقصها ملاح، انا ما مخليها تراب، نقصها ملاح. لو هي المبيضة البيضة الثانية هنا كان صار عندنا ثلاثة مو أربع بيضات، لو هي المبيضة هنا كان صار لنا ثلاثة مو أربع. فهاي المبيضة بيضة واحدة بس، فإن شاء الله راح نخليها تراب، والتراب ضروري يعني مو إلا يصير يعني نقص عدنا ملاح يا الله. فلازم نخليهن يعني حتى لو هي بيضة بيضتين فلازم نخليهن. شباب، وبخصوص الزرع هذا الجهنمي انا ما جاي اقطع عنه المي، جاي ازقيه وبكثره،
اريده يكثر الخضار. بس تشوفون انا عندي هنا السبلت في الحراره، شوف شو مسوي بي، فما اقدر احول هنا بذيك الصفحه، ذيك الصفحه ما تلوحن شمس هواي مثل ما تشوفون الثيل شلون يبس باعوا هذا وهذا وين، فما اقدر احول هنا هناك الشمس متلوح. هسه هاي زينه هاي، بس هاي بدي يجوز هاي احولها، احولها شوف اخليها هنا احتمال في المكان بين ذني، يعني شوف لها مكان تلوح شمس وما تلوح حراره. بس انا جاي ازقيهن يوميه، ازقيهن وبكثره تشوفونه، يعني الخضار مالته مو مثل بالبدايه، بس ما مخليهن ام بي كي، هو ضروري الام بي كي ان شاء الله هم اجيب لهم. شوف هاي الحسقه تجي كذا، هذا الفحل المشجر اجى للموت برزه، هو دخل الخانه يعني ما تعبني. وحتى هي هاي الطيره انا كنت اشتغل بيهن والخانه مفتوحه البيبان مالتها، فاجت دخلت، قلت هي هاي بعد دخلت هنا خلها اخليها، قلت بين ما ازم الفحل. هسه الفحل هو هم دخل هنا، ان شاء الله راح اطبقهن، وهذا الاحمر عند الفرخ راح اطلعه ونخليهن. عندي مثل ما قلت لكم، عندي هذاك الفحل الابيض الكذاب والعسليه، عندي فرخ هسه بس شويه يكبرن اجي اطبقهن بالخانه الثانيه، وعندي هاي العسليه اللي قلت لكم جواها اربع بيضات، هاي ابدا اطبقها على النفطي لان الذب طفرات، عندي هذا نفطي فحل نفطي، وعندي هي هاي العسليه فراح اطبقها جوه، راح تصير عندي طبقتين وتصير عندي زوج مشجر. ومن ما ادبر في حله قلت لكم، من ما ادبر في حله حمر ان شاء الله راح ادق خانه ثانيه هنا بصفها، طبعا هاي الهوسه كلها تنشال وتصير خانه كبيره هنا، وان شاء الله الله يسهل. شباب بخصوص الاسعار، الحمام الملكي دائما يعلقون له يعني على تيك توك وعلى الفيس وعلى يعني بالجروب هم ينشرون، وعلى اليوتيوب هم يعلقون يقولون يعني يريدون يعرفون اسعار الملكي، واكو جماعه يعني ما يعرفون الالوان، يقولون يا ريت تذكر لنا الالوان وسعره، كل من يعني كل لون وسعره. فان شاء الله راح انزلكم هذا المقطع، انا منزله قبل بس نزلته بالشتاء، فهسه تغيرت الاسعار، ان شاء الله راح ننزل هذا المقطع ونذكر الاسعار والالوان ان شاء الله. طبعا ذاك يوم من رحت المشات المال العظمية والله رحت خصيصا على الحمام الملكي، يعني ردت اشوف ان يعني قدامكم واصور لكم الاسعار، يعني اذكر لكم الاسعار مالتهم، بس ما لقيت، فان شاء الله راح اجيب لكم الاسعار كامله وي يعني الالوان والاسعار، يعني الاحمر سعره هالقد، العسلي سعره هالقد، العادي سعره هالقد، ان شاء الله هاي بالفيديو الجاي. شباب هذا لزمت الفحل المشجر ونزلت الطياره جوا بالخانه جوا كلش الاخيره، يعني كانت بالنص نزلتها بالاخيره، فهاي الطبقه بسم الله الرحمن الرحيم. فتشوفون ان اول ما نخليهم بالخانات هيك يسوون، يريدون بس يطلعن بعد ما متعودات، فهاي ياخذ لهم يومين يعني ثلاثه يتعودن ان شاء الله، ولا هي يتأقلم من ويل الخانة لأن مكان صغير ما يقدرون يطيران به، إن شاء الله بس يتعودني يزوجان قبل يزوجان، إن طيارة وفحل وجاهزات، وإن شاء الله التوفيق من الله. شباب هاي نهاية الفيديو، أتمنى عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك. تحياتي للجميع.